توفري كادو نيوار سلمي عبد الملك كيني توي سيكون كل خميس بركيني كادو كاك عمبال تنماي أبر فريك عندنا تعرف عرب قد يتل حارس كيني كاكا بنو ميسون. بنشكر رعاة البرنامج برنامج جيب تالون. هذا البرنامج الضخم من برامج الشو الأكثر إقبالاً وأكثر مشاهدة من قبل المشاهدين داخل وخارج الوطن الحبيب. روضة ما شاء الله وحن سو غارني واغبا غبدي غنانتي برنامجكا ان قيبتي ايدلنيتو او لوغو تلاغلي ان لوغو شيغو لوغو دواقو عيدي كو غوليستاي ترتنكني عويسكني عاوا وحاي نو ديارا او نوغو سو غاداي استوديوغا وبيسي عبد الملك سو دو عبد الملك توه كادونا أبر أفريقيا كين عندنا تاع عرب قد يتل حارسي كين كاكا بنموي تو جرا كمعوي كابك ننه لو كين عيد مسن نموي ديس نف ويت سات سيس سان كات تروا دو أن زيرو. السلام عليكم. Après vérification des processus et du résultat final qui sont déroulés dans de bonnes conditions et dans la transparence, voici les gagnants de la troisième soirée du quart de finale du concours Jeep Talent 2023-2024. Premier gagnant, Nawara Mohamed, avec 17,80 sur 20. Deuxième gagnant, Aboubakar Ibrahim, avec 16,7 sur 20. Troisième gagnant, Galal Wahib, avec 16,2 sur 20. Quatrième gagnant, Omar Abdo, avec 15,8 sur 20. بنشكر رعاة عفوا هؤلاء هم الفائزين نوار وجمال جلال وأبو بكر وأخيرا عمر. مبروك للمتسابقين الذين شاركوا معنا الليلة في هذا البرنامج واللي حيكملوا معنا بإذن الله في النصف قبل النهائي. مبروك ألف مبروك وجاء فوزهم باختيار الجمهور داخل داخل الوطن. ما شاء الله هنسو دوينا دان يرادا يبو عويس كني عواكو قوليستي ترتن كني جبتالو قيبتي عربيغا هنسو دوينا عفرت دان يراكو واسو يبو قد بدونا ان demi final ka hadaba inta aan ku wareejin microga en waxaan halkan aan uga mahadnaqayaa dhamaan shirkadihii qaxanta weynka geystay barnaamijkan ee habsami u qabso midisan beergalistiisa oo kala ah shirkadaha Isfams Kubesh Kakban Maria توكاناي نكتة تهني تدعيتن توبكويو ما شاء الله مبروك مبروك ألف مبروك كني أرحمي إدي كادونا فريا كينو عنداني تي أبر عرب قدي تي الحارسي كي نهار سفرت ساي ما عندك كني تميتمي تهو نور نورت البرنامج الليلة يا حبيبتي ما شاء الله مبروك عليك. توكاناي أوي توكاحتكي معوي تبرنامج لي سبونسور حدوني كيلساي مراكيني قد ديغا حسكابنا ماي تو سوسيتي انترناسيونال دي زيك دو كاربور دي جيبوتي جيبوتي ملتي بيربوز بور كي بور دي جيبوتي لا ديريكسيون دي دوان اي دوا زان ديريكت كيني نيلك بوكاد نمو كاسويرا عاي عرب قد تي سي عمران تكني سين هابيني مايسون. رعاة البرنامج كاك بانك سياف ومصلحة كهرباء جيبوتي الإيديدي. روضة إن ما شاء الله إن جدهان برنامج كان وان صو جب جبيني إن ما يسون أيان أديننا هذا الكع وما يسون أيو برنامج كو جار ويهاي أنا جو حنو جوجني إن عن جرب استغنو مر ولبا ما يسون جرب كع أيان هاي أكو دايو هذا الكع صور دوي دل يرا دايو كو جلستي ترتن كني عويس كني عوا صور دوا ده ألف مبروك.
الله يبارك. شعورك بلحظة استفتاء المشاهدين لك؟ والله ما كنت متوقع أنه أفوز بهذه المرحلة. شعوري حلو جدا، مبسوطة جدا جدا بدعوات عماتي وخالاتي ووقفوا معي ودعمهم. كلمة للي صوتوا لك في الليلة في هذا البرنامج. أتشكرهم شكر يعني كبير. حلو، تستاهلي تستاهلي يا نوار، لأنك فعلا فعلا نوار اشتغلت لحالها كتير لوصلت لهذه المرتبة والفوز. ألف مبروك. الله يبارك. شكرا، كله من دوغك. جلال مبروك، ألف مبروك. الله يبارك. شكرا. شعورك؟ والله شعوري قوي جدا مرة، يعني مبسوط حاليا مرة واحد، مش متوقع كنت. أيوة أخذتها مني، مش متوقع، كان مفاجأة. ها مبروك، ألف مبروك. الله يبارك. أبو بكر، طبعا أبو بكر أبدع بصراحة، سلطنتنا معك يا أبو بكر وتستحق. مبروك مبروك. وهذه أهم شيء، أنا سلطنتك أستاذة ميسون لأنك أذنك سميعة يعني، وهذه أهم شيء يعني، الحمد لله. تسلم تسلم وحنبلي ولادة، بعشقهم مش بحبهم، بعشقهم لأنه فعلا خرجت مبدعين وفنانين كتير. بس اسمحي لي أولا أشكر جميع من صوت لي، وأشكر أهلي في الجماهير، وأشكر أصدقائي العاملين في إيبي بانك وبي سي إي وشركة أوتنتيك سيرفيز وجميعهم وصوماليك وكلهم من شجعني ودعمني وصوت لي، وألف ألف ألف شكر للجميع، وأشكر الحكام على هذا التصويت، وإن شاء الله القادم أفضل. تسلم تسلم وألف مبروك. عمر، إيه اللي حصل ده؟ إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ كلكم بصراحة كل واحد أحسن من التاني، فألف مبروك. الله يبارك فيك ويسعدك. نكمل معانا ها؟ وإن شاء الله هنكمل على طول. شعورك باستفتاء الجمهور ليك؟ أكيد شعور رائع جدا. أولا اسمحي لي أقدم شكري للجنة التحكيم، كذلك للضيوف الذي شرفونا بحضورهم، كذلك المذيعات الحاضرين معنا، فرقة الموسيقى الذي أبدعوا وأتعبناهم كثير، الموسيقار والعازف سمير والجميع. أسمحوا لنا ما ذكرت أي اسم، وأقدم شكري وجزيلي لكل شخص ساندني وبعث لي صوته، وإن شاء الله أكون قدير بالثقة هذه وأكون قد المسؤولية إن شاء الله. بجد كلكم أبدعتوا ما شاء الله عليكم، يعني اشتغلتوا على حالكم كلكم لو وصلتوا معنا للفترة والمرحلة اللي جاية، فألف مبروك كلكم. الله يبارك فيك ويسعدك، ونجاحنا طبعا من نجاح كل شخص صوت لنا، واعتبر انه فني هدية لهم، وهم بالذات هم الفنانين، احنا بنسمع لهم. شكرا. نعم، ألف مبروك ألف مبروك. ولا ننسى بأن هذا البرنامج هو أضخم برنامج شو، أضخم نسبة مشاهدة مباشر وعلى الهواء عبر القناة الرابعة العرب سات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج الوطن الحبيب. هذا البرنامج بيخرج صوت، هو ده اللي بندور عليه، لأنه زي ما احنا شفنا كل واحد اشتغل على حاله، وكل واحد ما شاء الله عليهم يعني كما نقول تلزز واندمج في الأغنية، والأغنية دي كانت الاختيار الصحيح لهم لنعرف كل شيء عن العرب اللي فيهم. وإحنا بنشكرهم لأنهم بذلوا جهد كبير وتدريب مكثف هذا البرنامج. لا ننسى بأنه برعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون الاختدي وتحت إشراف وزارة الإعلام ووزارة الشباب والثقافة. بنشكركم، أصوات حلوة، سلطنت وانتو كمان سلطنتوا معانا، وكانت سهرة جميلة، نسينا كل حاجة رميناها ورا ظهرنا، وعشنا اللحظة ورقصنا وغنينا وكله سهرة جميلة. بشكركم، بشكر المشاهدين اللي تابعونا داخل وخارج الوطن الحبيب،
بشكر لجنة التحكيم الموقرة بالثلاث لغات، بشكر الجمهور داخل الاستوديو، وبشكر الفرقة الموسيقية اللي عزفت الليلة وعملت جهد كبير. إلى اللقاء في الخميس القادم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج. والآن كما شكرتهم أخت ميسون، لجنة التحكيم الجيري كمان يشكرهم. نعم. ويشكر من تبقى. نعم. فهؤلاء فنانين تأخروا، اثنين من زملائهم، فهؤلاء يعني عملوا مجهود وصلوا إلى هذه الساحة. ونشكر الشباب لأنه أتاحوا فرصة الآن لنظرة للشباب الآخرين اللي ما سمعوا أو ما انتبهوا أنه نعم. في فن على مستوى نعم. نعم. وسباق أصوات. الإنسان يفشل، لو فشل أول مرة فالنجاح هو أبد بيكون له، يعني نعم. عمل جهد واجتهاد. نعم. فأنا هذه اللقطة أتمنى كل الشباب يشاهد هذه اللحظات وهذه الدقيقة اللي موجودين على الساحة. فأشكر الشباب، ولي كلمة خاصة يعني سميتيها بسكوتاية. بسكوتاية لقبتها بالبسكوتاية لأنها أصغر متسابقة. ليس أصغر متسابقة فقط، إنما هي الوحيدة المتسابقة الآن. ونتمنى فتيات يعني أن يغروا. نعم. وكما شكرت خالتها وعماتها، وأنا أقول لها نعم، سمرة باهية الخدين فاتنة ورد الربيع قد فتش ما بين خداك. فضالي يا سيدي يا سيدي. قد عاشت أمك دي حملت حواشيها، وأبوك مشكور دي في المهد رباكي. نعم نعم. ألف نعم. مبروك. نعم. الغزل ده كله، الشعر ده كله أنوار. لا هي تستحق بجد، لأنها نعم، اشتغلت نعم. على حلها وصوتها حلو. هي أدت رسالة قوية. نعم نعم. خاصة والشباب أدوا رسالة قوية لإخوانهم أن يساهموا مستقبلا. نعم. وهي رسالة قوية، وهذه نحن كان العنصر النسائي الذي كان نفقده في الساحة الفنية. نعم. نعم. واليوم نوار هي افتتحتها بقوة من أسرة فنية، وأبوها ضابط إيقاع وفنان ومقلص ألحان. نعم. والآن قلص صوتها ما شاء الله، ونتمنى من أمثال أنور. نوار أنور بقى. ممكن نوار أنور. نورنا الشاشة، نورنا الاستديو، نورنا جبتالون، تحييك وألف مبروك عليكم جميعا. إحنا بنشكركم جميعا وألف مبروك. وفعلا الفنان الحقيقي هو اللي بيثبت وجوده كفنان، مش بس في أغنية تراثية، بل بأغنية حماسية، أغنية وطنية، أغنية عاطفية، و و و هو ده الفنان. فمبروك لكم كلكم. ألف مبروك. ألف مبروك.